على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي، على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي، على القرآن محياي، وترتيلي ونجواي شعاع في حناياي، ضياء في محياي، لديني ثم دنياي، على القرآن، على القرآن، على القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث في أو عن عمليات العنف أو التي استخدم فيها القوة المسلحة من جانب أفراد من الإخوان المسلمين أو النظام الخاص بصفة عامة. هناك نقطة أحب أن أشير إليها، وهي تتبع الحكومات لهذا النظام وأفراده كجزء من التضييق على الإخوان ومحاولة محاصرتهم أو التشهير بهم وإظهارهم بمظهر ما نسميه الآن الجماعات الإرهابية أو جماعات العنف المسلحة. الإخوان كانت منذ بدايتها جمعية محسوبة في عداد الجمعيات الخيرية المشهرة رسمياً في وزارة الشؤون الاجتماعية، وكانت عضويتها إلى أن بطش بها عبد الناصر عضوية مفتوحة ومعلنة. لم يكن العمل السري ما يميز الجماعة أبدا، يعني السرية التي أحاطت النظام الخاص تعتبر استثناء، كانت بمثابة الاستثناء وشيء طارئ على الجماعة، وذلك لاعتبارات خاصة أن هؤلاء الناس كانوا مقدمين على كفاح أو جهاد مسلح أمام سلطة استعمار واحتلال البريطانية، سواء على ضفاف القناة أو ملاحقة لأذيالهم من صهاينة في فلسطين. وبالطبع ليس من الحكمة أن تقدم أسماء وأشخاص مثل هذا النظام للسلطات على طبق من فضة، وليس من الحكمة أيضا حماية لهم ولأهدافهم أن كل إنسان يعلم من هم وماذا أو ما مسؤولية كل فرد ودوره. هي ليست مسألة شهرة أو دعاية، وإنها مسألة أمنية تقتضيها ضرورات هذه الأمور التي لها طابع حربي أو طابع مقاومة مسلحة. لكن الجماعة غير النظام الخاص، عضوية جماعة الإخوان كانت مسجلة، وكان كل فرد عضو كامل فيها أو اكتملت عضويته يثبت اسمه في الكشوف وعنوانه وكل كافة البيانات، وهي متاحة للدولة وتلتزم الجماعة حسب اللوائح بتقديمها وتسجيلها. ويدخل في هذا أيضا أمور أخرى مثل الإيرادات ودخل الجماعة وما يصلها من تبرعات، كل هذه الأمور كانت منضبطة وتزعم الجماعة، ليس هناك ما يثبت عكس ذلك، أنها كانت تتبع اللوائح والقوانين
اتباعا دقيقا، وذلك حرصا طبعا على سمعتها وضبطا للأمور أو انضباطا للأمور في داخلها. وهكذا كان. أما ما طرأ من سرية بعد ذلك فكان بعد عصر الاضطهاد الكبير الذي بدأه عبد الناصر في 54، وذلك عندما ألغى الجماعة أو حلها وحضر نشاطها كاملا وأودع في السجن مئات من أعضائها، قليل منهم قدم للمحاكمة الصورية الهزلية، ومعظمهم لم يحاكم وإنما أودع في السجن إيداعا مفتوحا بدون نهاية، بل إنه بالغ في ذلك عندما أقسم في الستينات بأنهم لن يغادروا السجون طالما بقي حيا، وأنهم سيبقون معتقلين طيل حياته، وبالفعل فعل ذلك، وإلى أن مات في 1970 لم يطلق سراح أي من الإخوان. إذا نعود إلى مسألة حرص الحكومات على تتبع ومعرفة البيانات، لم تكن تكلفهم شيئا أن يحصلوا على أسماء وبيانات الأعضاء المسجلين، ولكن الجديد كما قلت من دخل النظام الخاص لم يكن هناك بيان يقدم للحكومة أو للجهات المعنية بمن هم. ومع هذا كانت تلجأ الحكومات لوسائل عجيبة في هذا. فيذكر أحد الإخوان في روايته عن نهايات حرب فلسطين، وهو في معرض استشهاد عدد من ضباط الجيش الكبار مثل اللواء صادق واللواء النواوي، وكان من قيادات الجيش العليا، استشهد بأقوالهما في الإشادة ببطولات الإخوان في معارك فلسطين، وبأنهم كانوا يقبلون على الاستشهاد ويقاتلون بشجاعة منقطعة النظير، مما مكنهم من الانتصار في كثير من المعارك التي دخلوها. وعندما يستشهد هذا الأخ بأقوال هؤلاء يحكي قصة عن أنه عند العودة النهائية قال له أحد هذين القائدين المصريين بأنه رفع تقريرا إلى الحكومة يقترح فيه أن تكرم الحكومة هؤلاء الإخوان، فرد الأخ عليه بأن هذا أمر غير ضروري لأنهم لم يفعلوا شيئا سوى واجبهم، ولا يستحق الأمر أن يأخذوا أي تكريم، لأنهم لكن القائد أصر على أن يكون هذا بدعوى أن هذه ستكون حافزا لغيرهم أن يفعلوا مثلهم أو يحظوا حظهم. لم يقتنع الأخ كثيرا بهذه المقولة، ولكن أصر الضابط على ذلك. لكن ما حدث بعد ذلك كان أخطر، وإن كان الأخ لم يذكره ولكن أنا اعتبرته خطرا على الجماعة، أنه طلب منه أن يعطيه قائمة بأسماء من اشتراه، ولا أذكر إذا كان طلب العنوان أيضا أو اكتفى بالأسماء. وهنا تعجب الأخ، يعني لماذا تريد الأسماء
طبعا لأن التكريم سيكون فرديا، كل إنسان يكرم يذكر اسمه لا يكون. وتردد الأخ في الإجابة على هذا، لكن أنا أذكر هذه القصة أو هذه الرواية أبين أنه كان من الممكن بوسيلة أو أخرى حصر ومعرفة الذين شاركوا في القتال في فلسطين أو غيرهم، وربما تمكنوا من الحصول على هذه البيانات بدافع أو نتيجة لإظهارهم حسن النوايا، أو لأن هذا كان بطريق بريء ليس فيه شبهة أو كذا. على كل حال هناك أشخاص حصلت على هذه البيانات أكثر واستغلتها في وقت لمصلحتها. من أهم وأخطر من حرص على هذا كان جمال عبد الناصر نفسه. جمال عبد الناصر من الثابت أنه كان عضوا أو التحق لفترة من الفترات بجماعة الإخوة المسلمين، وكما ذكرت سابقا أن البنا كان يخص الأعضاء الذين ينتمون إلى هيئات سيادية لها قوانينها ولوائحها الخاصة، يخصهم بترتيب خاص حماية لهم وحتى لا تتعارض عضويتهم مع واجباتهم أو مع سلامة أدائهم لواجباتهم. أقصد بهذا رجال الشرطة وضباط الجيش، فمن التحق بهم الإخوان لم يكن ينتظم في النظام الداخلي للإخوان كمثله من الآخرين، يعني عن طريق عضوية الشعبة أو الأسرة أو ما هذا، إنما كان لهم وحداتهم الخاصة. وكما ذكرت أيضا في مرة سابقة كان المشرف على ما يسمي الوحدات هو الأستاذ صلاح شادي الذي كان ضابطا كبيرا في الشرطة، وكان قد كلفه الأستاذ البنا بالإشراف على هذه. وكان عبد الناصر قد بايع والتحق بالإخوان ولم يكن وحده، وإنما كان معه عدد كبير من التنظيم الذي أقامه بعد ذلك وسماه الضباط الأحرار، وارد في مذكرات البغدادي وكمال الدين حسين وخالد محي الدين بل والسادات أيضا، وارد أنهم هؤلاء جميعا انتسبوا إلى الإخوان والتحقوا بها في فترات معينة. إذن عندنا الذين ذكرت أسماؤهم بالتحديد من أعضاء مجلس قيادة الثورة لاحقا، والذين دخلوا الإخوان جمال عبد الناصر، محمد أنور السادات، حسين الشافعي، كمال الدين حسين، عبد اللطيف البغدادي، حسن إبراهيم، وخالد محي الدين. نحن نتكلم على 7 من مجموع 12 واحد، طبعا هم أصحاب 13 لأن محمد نجيب التحق بهم، ولكن الشباب الصغار كانوا 12 واحد. عندنا 7 منهم كانوا لفترات مختلفة في الإخوان المسلمين، وكان طبيعة الحال يتوقع منهم أن يساهموا في النشاط العسكري، ومن ثم كان عمليات التدريب على القتال وعلى استخدام الأسلحة من ضمن الأمور التي ساهم هؤلاء الضباط
في تنفيذها وإجرائها. وثق عبد الناصر علاقته بالشخص المسؤول عن ضباط الجيش وهو المقدم محمود لبيب. ومحمود لبيب كان من قدامى الإخوان، وكان إنسان مخلص وجاد ومقرب إلى الأستاذ البنا، حتى أن بعض المؤرخين أو الكتاب اعتبره بمثابة وكيل الجماعة للشؤون العسكرية والأمنية. فمحمود لبيب كان مسؤولا، المسؤول الأول، كما أن أحد الضباط الأحرار كان من الإخوان واستمر معهم إلى أن قامت الثورة وبعدها بقليل، وهو عبد المنعم عبد الرؤوف، بل إنه لعب دورا مهما في نجاح الثورة عندما قاد القوات التي حاصرت قصر رأس الدين في الإسكندرية قبل أن يتنازل الملك فاروق عن العرش ويغادر البلاد. إذن عبد الناصر كان على اطلاع على كثير من الأمور عن طريق عمله مع محمود لبيب، وهناك بعض الروايات التي ذكرت أنه استطاع أن يحصل منه، من بين أشياء أخرى، على قائمة بالضباط الذين انتموا إلى الإخوان. هناك طبعا العلاقة استمرت حتى بعد أن انسحب عبد الناصر وزملائه من الجماعة. لم يكن استقالة ولم تكن قطيعة، وإنما كانت الدعوة أو الدافع لهذا الذي ذكره أكثر من واحد منهم في المذكرات التي أشرت إليها، بأنهم خاب ظنهم لأنهم وجدوا أن الإخوان يعاملونهم معاملة المبتدئين، فلم يكلفونهم أو لم يكلفوهم بأعمال تتناسب مع خبراتهم وعلمهم ومقامهم في الجيش، وإنما كانت أعمال بسيطة من الأعمال الأولية في التعامل مع السلاح، وأنهم أحسوا بعدم جدوى هذه الأمور، بل أن أحدهم تكلم على أنها في بمثابة المهانة أن يطلب من أمثاله أن يؤدي نشاطا يعني لا يتناسب مع علمه وخبرته العسكرية، أو هكذا قال. على كل حال لم يعني هذا أن العلاقة انقطعت، فعبد الناصر على سبيل التحديد في يناير 1952، أي قبل قيام الحركة التي قادها في يوليو بستة أشهر، وعلى وجه التحديد في آخر الشهر عقب 26 يناير، وهو اليوم الذي وقع فيه حديث حريق القاهرة الرهيب، لجأ عبد الناصر إلى الإخوان وكان يريدهم أن يساعدوا في إخفاء كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت لديه، لأنه شك في أن المخابرات أو المباحث المصرية سوف تلاحقه أو تبحث عنده عن هذه المواد،
لأنه ربما وصلها معلومات عن وجودها عنده، وإذا وضعت يدها عليه فسوف يكون هذا قاعدة أو أساسا لاتهامه بالمشاركة في حريق القاهرة. إذن كانت المسألة يعني أنه بينه وبين المشنقة خطوات، وللنجاة من هذا كان حريصا على المصارعة بإبعاد هذه المواد الخطرة عنه وعن مكان وجودها لديه. وقد ساعده الإخوان في ذلك، ونقلت هذه الأسلحة إلى الضيعة أو العزبة المقر الريفي أو المسكن الريفي لحسن العشماوي الذي كان صديقا لعبد الناصر وعضوا في جماعة الإخوان، ودفنت في الضيعة هذه التي كان يملكها والد حسن العشماوي، وهو كان أحد الوزراء في العصر الملكي العشماوي باشا. وجاء عبد الناصر بنفسه ومعه من يساعده، وصنعوا حفرة كبيرة في الحديقة المقر هذا الريفي وبمواصفات معينة ومحددة، ووضعت فيها الأسلحة مغلفة بما يحفظها من الرطوبة ومن التربة، وأهيل عليها التراب، وبقيت هكذا إلى أكتوبر 54 عندما وقعت حادثة المنشية، فجاء البوليس الحربي أو الشرطة الحربية وذهبت إلى هذا المكان وأخرجت الأسلحة متهمة الإخوان إنهم كانوا يدخرون ويخبئون الأسلحة التي سيستخدمونها أو كانوا سيستخدمونها لقلب نظام الحكم. وهكذا قلب هو الحقيقة إلى أكذوبة كبيرة، وأصبحت من الأدلة والشواهد التي استند إليها الحكم، حكم عبد الناصر في وصم الإخوان بالإرهاب وفي تجريمه. فبدل أن يرد الجميل أنه أنقذوه من ورطة التورط في حرق القاهرة في 52، فإذا به يستخدم هذا الجميل الذي فعله في أن يضع المشنقة حول رقابهم ويعدم 6 من قادة الإخوان في تلك السنة بدعوى مسؤوليتهم عن حادثة إطلاق النار عليه في المنشية. الحقيقة أن هذه الحادثة، حادثة المنشية، مأساة كبيرة في تاريخ مصر، وهي وضعت سابقة سيئة ما زالت تتبع إلى الآن. يعني في سياق الأحداث التي حدثت آنذاك، أن عبد الناصر كان قد وقع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا، وكان وقعها بالحروف الأولى قبل ذلك بشهور، وعندما أذيعت أو عرف نص الاتفاقية وموادها كان الإخوان يعارضونها معارضة شديدة، وكان سبب معارضتهم أن الاتفاقية كانت مجحفة للمصريين، وأنها كانت تقيد أو تربط مصالح مصر ببريطانيا بطريقة تستفيد بها بريطانيا ولا تستفيد بها مصر، وأنها بهذا الشكل تهديد لأمن مصر ولاستقلالها في الوقت الذي تستحق فيه مصر بعد
سنوات السبعين أو نيف من الاحتلال أن تنال استقلالا حقيقيا وكاملا، خاصة في ظل ما قيل أن هذه الحركة حركة الجيش المباركة أو ما سميت بعد ذلك بثورة 52 أنها ثورة وطنية وأنها جاءت لتحقيق الاستقلال وأن في أهدافها الستة هذا الاستقلال. فكانت هذه الاتفاقية محكا أو لاختبار صدق هذه الثورة ورجلها ولنجاحهم في تحقيق ما وعدوا به، إلا أن النص الاتفاقية جاء مخيبا لهذا، ولم يكن هناك ما يجبر مصر على الأخذ بها، ومن ثم جاءت معارضة الإخوان لعل الحكومة تعدل موقفها أو تحاول استقلاص شيء أفضل من مما أتاحته هذه الاتفاقية. لكن رد فعل عبد الناصر كان عنيفا، لأنه كان حريصا على أن يتكلم الناس على أنه بطل الجلاء الذي استخلص الاستقلال من فمي أو من براثن الأسد البريطاني والبطولة الكبرى وما إلى ذلك، ورأى أن معارضة الإخوان ستفسد العرس عليه. ولما أصر الإخوان على معارضتهم باعتبارها مسألة موقف ومبدأ وليست مساومة على مصالح خاصة أو ما إلى ذلك، قرر التخلص منهم. وكانت عملية تمثيلية المنشية كما سماها البعض بأنه صورت المسألة على أن الإخوان يريدون قتله، وقبض عليهم على الفور، قبض على عشرات الآلاف من يعني قدر عدد المقبوض عليهم في تلك الأمسية وما بعدها بحوالي 15,000 من الإخوان، عدد كبير وضخم. وقيل إن الاتهام سيوجه إليهم بأنهم كانوا يريدون قتل عبد الناصر قائد البلاد وقتل جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة الذي كانت بيده مقاليد الأمور في ذلك الحين. طبعا المحاكمة أبعد ما تكون عن العدل، وليس العدل فقط وإنما أبعد ما تكون عن المنطق أو الأخلاق أو أي شيء يتصوره الإنسان. ولذلك أي أحكام صدرت عنها أو ما أذيع أو تسرب عن الإدانات أو التهم لا يمكن الأخذ به أبدا ما أخذ الجد، لأنه الذي أصدر تشكيل المحكمة كان عبد الناصر نفسه اللي هو مفروضنا المجني عليه، وأن المحكمة كانت محكمة عسكرية، وبالطبع المحاكم العسكرية هذه محاكم ليس لها محل في الإعراب في أي قانون في أي دولة محترمة، لأن القضاء لابد أن يكون مستقلا، بينما ما سمي بالقضاء العسكري هو تابع وملحق بقيادة الجيش ويقسم أعضاؤه قسم الإطاعة الأوامر أمام القائد الجيش. فكيف يكون القاضي يستمع إلى أوامر؟ القاضي المفروض هو الذي عنده الحرية والاستقلالية التي تضمن له العدل والإنصاف، أما أن يكون تابعا ويقسم ويطيع فهذا جرح في عدالته منذ البداية. المهم أن أعضاء المحكمة للعجب العجاب كانوا
كانوا من الذين المجني عليهم الذين كانوا سيقتلون حسب ادعاء الحكومة. يعني رئيس المحكمة جمال سالم، قائد الصواب جمال سالم، عضو اليمين حسين الشافعي، عضو اليسار محمد أنور السادات، ثم ممثل الدعاء زكريا محي الدين. فتشكيل المحكمة كله من المجني عليهم زعما، هؤلاء سيحاكمون المتهمين. قضية المحكمة كلها من أفراد مجلس قيادة الثورة الذين قيل أنهم كانوا مستهدفين من هذه الجريمة، وأن محمود عبد اللطيف وزملائه الذين اتهموا بحادثة المنشية كانوا يحاولون التخلص منهم، وكان هدفهم القتل هؤلاء الناس لقلب نظام الحكم. فإذا بهؤلاء الضحايا يصبحون القضاة، نجد رئيس المحكمة جمال سالم، والعدوان حسين الشافعي وأنور السادات، وثلاثتهم أعضاء في مجلس قيادة الثورة، ثم المدعي العام زكريا محي الدين عضو رابع في المجلس. ومن ثم انتفت الجدية أو المصداقية والعقلانية في المحكمة، والواقع أن ممارسة المحكمة نفسها ومتابعة سلوكها يؤكد هذه العبثية. يعني نشرت سميت محكمة الشعب، ونشرت وزارة الإعلام 10 أجزاء مما سمي من ضابط المحكمة، كتبها واحد اسمه كمال كيرا. عندما تقرأها كأنك تقرأ مسرحية فكاهية، ولكن من الفكاهة التي تسمى الفكاهة السوداء في الأدب، وهي مزج ما بين الضحك والبكاء في آن واحد. نحاول إن شاء الله مواصلة الحديث الحلقة القادمة عن علاقة هذه التطورات بالشبهات والمزاعم التي أثيرت حول طبيعة جماعة الإخوان المسلمين ووصمها بالإرهاب. على القرآن محياي، على القرآن.